اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. طبعا الحديث عن اللقاحات واثرها وفعاليتها امر لا ينتهي وبيحتوي على كتير جدا من الاسئله اللي بتخص الجميع. طبعا استفسارات كتير هيوضحها لنا دكتور احمد سلمان استاذ المناعه وتطوير اللقاحات بمعهد ادوارد جينر باوكسفورد. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، بنرحب بيك على تلفزيون يوم السابع. اهلا بحضرتك استاذ هشام وشكرا على الدعوه الكريمه، سعيد جدا بتواجدي مع حضرتك. يعني بدايه، ايه مدى قوه تحمل وفعاليه اللقاحات امام الاشكال والمتغيرات الجديده للكورونا؟ احنا كل كام يوم تقريبا بنسمع عن سلاله جديده وتحور جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني التحورات في الفيروسات عموما ده شيء متوقع جدا وده طبيعي. التحور بس عشان نكون موضحين هو يعني مجرد تغيير في عملية خلال عملية نسخ أو تكاثر الفيروس داخل الخلايا، بيحدث خطأ، تغيير بسيط ممكن يؤدي لبروتين مختلف، وبالتالي الطفرات دي شيء وارد جدا لأنه الفيروس معدل نسخه أعلى بكثير من الطبيعي، وبالتالي فرصة حدوثها أخطاء بتكون أكثر. بمجرد حدوث هذه الطفرة يعني بتحدث بصورة عشوائية جدا، ممكن تكون في صالح الفيروس ممكن تكون في صالحنا إحنا، ممكن ينتج عندك تحورات أو فيروسات أو متغيرات جديدة غير قادرة على إحداث العدوى، أو ممكن يحدث العكس وتبقى قادرة على إحداث يعني العدوى بصورة فيها أكثر شراسة. المتغيرات الموجودة حاليا يعني من بداية ظهور الوباء تم رصد ما يزيد عن 3000 تحور. جايز في أذهاننا دلوقتي تقريبا 6 أو 7 متحورات هي فعلا اللي كان لها تأثير يعني إيجابي في صالح الفيروس، سواء من ناحية سرعة الانتشار أو الهروب من اللقاحات أو ظهور أعراض أشد. جايز آخرهم كان سلالة دلتا طبعا اللي هي كانت صحيح. أسرع في الانتشار وأسرع في تدهور الحالة، ومؤخرا سلالة ميو اللي يعني لسه في دراسات بتجرى عليها وفي نسبة هروب من اللقاحات. لكن هبتدي بالخبر الكويس هنا. الخبر الكويس إنه كل اللقاحات اللي موجودة حاليا وأثبتت فعالية ما زالت فعالة وستظل فعالة بنسبة تزيد عن 90% ضد أي سلالة تظهر عندنا. حتى مع كل السلالات اللي ظهرت أكتر من 90% فعالية اللقاحات لمنع الدخول في الأعراض الشديدة أو لا قدر الله الوفيات. الأرقام اللي بنسمعها دي في انخفاض الأرقام إنه منع العدوى من 90 قلت ل60% أو قلت ل70%، ده في منع العدوى من الأساس. اللقاحات مهما كانت فعالة مستحيل هتديك مناعة مطلقة. أكيد هيبقى في نسبة ضئيلة إن هي تحدث العدوى، ولكن مهم جدا إنه لا قدر الله لو حدثت العدوى إن أنت ما تحتاجش تاخد علاج شديد، ما تحتاجش تدخل المستشفى، ولا قدر الله تمنع الوفيات، وده اللي بيحدث حتى الآن مع كل السلالات الموجودة. طبعا في لحظة ما لابد من تطوير اللقاحات حتى تكون أكثر ملائمة، ولكن كل اللقاحات بتقدر تدي فعالية بنسبة ما وبصورة كبيرة جدا ضد كل السلالات في منع الدخول في الأعراض. يعني دي كانت نقطة مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها، لان كل الناس بعد ظهور متحورات كتير جدا لكورونا وسلالات مختلفة حتى في بلدان مختلفة كان عندهم قلق كبير حوالين فكرة فعالية اللقاحات، هل هيكون فيها فعالية ضد هذه التحورات ولا لا؟ طيب هل المتغيرات الجديدة هتشكل تهديد خطير خلال موجة الشتاء اللي جاي؟ طبعا احنا عارفين انه مع وقت الشتاء القلق بيزيد، مش عارفين هل ده علمي ولا لا حتى، لكن دايما القلق بيزيد وقت الشتاء. هل المتحورات الجديدة خطرها هيزيد خلال الشهور اللي جاية؟ طبعا دي نقطة يعني مهمة جدا وجوهرية، انه فيروسات البرد او الفيروسات الموسمية بتنشط وبيكون قدرتها على احداث العدوى، وظروف حياتنا بصورة عامة في فصل الشتاء بتزيد من فرصة حدوث الإصابات بالفيروسات التنفسية. بتبقى طبعا في مشكلة أكبر إنه هو لو حصل أكثر من عدوى في نفس الوقت، يعني حدوث مثلا الإصابة بفيروس الكورونا فرصته بتزيد في الشتاء نتيجة يعني ظروف الحياة نفسها، إن إحنا بنتجمع في أماكن مغلقة، بتشغل مثلا تكييف، بتبقى فرصة الإصابة أعلى. ضيف على ذلك إنه هو لا قدر الله لو حصلت إصابة مزدوجة مثلا بالإنفلونزا مع فيروس الكورونا أو بفيروس برد موسمي مع الكورونا، أكيد هيبقى التدمير اللي هيحدث في الجهاز التنفسي وبالتالي الأعراض وفرصة الدخول يعني في أعراض أشد أكثر بكثير. فمهم جدا أخذ الحذر بصورة أكبر في فصل الشتاء. إضافة إلى ذلك لو في لقاح متوفر ضد الفيروسات الأخرى التنفسية ومنها مثلا لقاح الإنفلونزا، ننصح الناس بشدة إن هم ياخدوه، وبالتالي تقدر
يعني تؤمن نفسك من جانب فيروسات الانفلونزا، مثل ان هو لا قدر الله لو حدثت عدوى ما تبقاش عدوى مزدوجه وبالتالي صحيح. صحيح. طبعا حضرتك اتكلمت عن انه اللقاحات فعاله بنسبه ممكن توصل ل 90% او اكتر ضد معظم يعني المتحورات اللي موجوده. هل ممكن يجي وقت معين ونحتاج ان احنا ناخد جرعات معززه من هذه اللقاحات ضد سلالات معينه؟ ده اللي بيجري الان، يعني الجايز بدات بالفعل اغلب مثلا الجامعات او الشركات المطوره للقاحات، خصوصا بعد سلاله بيتا اللي هي ظهرت في جنوب افريقيا، اللي كانت حتى الان جايز، يعني في دراسات بخصوص سلاله ميو مؤخرا بتقول ممكن ان هي تكون هروبها من اللقاحات اكثر، ولكن حتى الان ما تم اثباته بالفعل، سلاله بيتا اللي ظهرت في جنوب افريقيا كانت الاشد هروبا من اللقاحات. وبالتالي بدأ بالفعل من 6 أشهر أو أكثر، ومنهم هنا في أكسفورد، تطوير لقاح يتلائم بصورة أفضل مع هذه السلالة حتى تزيد يعني فعالية اللقاحات بنسبة كبيرة. فكرة أن أنت تحتاج تاخد اللقاح بصورة موسمية أو لا، دي هتعتمد على عاملين. العامل الأول هي مناعة الأشخاص، إذا كانت المناعة ستستمر لفترة طويلة أو لا، والعامل الآخر هو التحورات. كما ذكرت حتى الآن جايز سلالة جنوب أفريقيا هي اللي فعلا بتستدعي فكرة تطوير اللقاح، وإن كان اللقاحات كما ذكرت ما زالت فعالة بنسبة ما، ولكن تطوير اللقاح حتى يكون أكثر ملائمة ليها، ده شيء بدأ بالفعل وغالبا هتكون جاهزة على آخر العام الحالي من أغلب الشركات ومن أوكسفورد أيضا. طيب برضو خلينا نتكلم عن فكرة فعالية الجرعات المعززة من اللقاحات. إحنا بنتكلم هنا عن انه هي فعلا بتقي بعض الناس من الاصابه بالمتحورات الجديده. ده حقيقي. هو دلوقتي ممكن السؤال دي ليه شقين، فكره هل فعلا في داعي للجرعه الثالثه، والسؤال الاخر هل الجرعه الثالثه فعلا هتزيد المناعه. اخذ جرعه ثالثه ورابعه وخامسه هتزيد المناعه، ده شيء مفروغ منه، لكن هل في داعي لذلك او حاجه لذلك؟ ده هو السؤال الاهم حاليا. كل اللقاحات تقريبا اللي بدا استخدامها من بدايه العام الحالي بتدي مناعه تزيد عن سنه. جايز اللي فعلا تم اثبات انه هو محتاج جرعه ثالثه في فتره قبل سنه هو لقاح اللي بيعتمد على الفيروس المقتول او الانكتيفيتد فيروس، زي مثلا لقاح ساينوفارم. اللقاحات الاخرى مناعتها بتمتد اكثر من سنه، ولكن في اشخاص جايز منهم فئات مثلا الناس اللي عندهم مشاكل مناعيه، في الوضع الطبيعي اللقاح بجرعتين ممكن يدي مثلا 90%، لكن نتيجه مشاكل عند اشخاص معينه سواء من كبار السن او من اصحاب الامراض المناعيه ممكن بجرعتين المناعه تبقى 50 او 60%. وبالتالي ضروري جدا لهذه الفئه من الناس تحديدا اخذ جرعات منشطه جايز بصوره سنويه. لكن في المطلق حتى الان لا داعي لجرعه ثالثه في أغلب اللقاحات. الأفضل توجيه هذه الجرعة للأشخاص بصورة عالمية الذين لم يتلقوا أي لقاح، اللقاح من الأساس أكبر بكثير وفائدتها أكبر بكثير في عمل سيطرة على الوباء. طيب يعني من ضمن الإشاعات برضو اللي بتتقال عن بعض اللقاحات إن هي بتتسبب يعني للسيدات بالعقم، هل يعني اللقاحات آمنة للحوامل والمقبلين كمان على الزواج؟ الإجابة ببساطة لا، يعني لا تأثير أو لم يتم رصد أي أعراض جانبية لأي من اللقاحات ليها علاقة بالعقم أو حتى التأثير على يعني الحمل أو الكلام ده كله. لكن جايز اللقاح الوحيد اللي أنهى دراسة بالفعل وتم التصريح به للحوامل هو لقاح فايزر. اللقاحات الأخرى تم استخدامها بصورة ما وما زالت هناك دراسات، وحتى يعني الناس اللي تلقوا اللقاح بصورة فيها يعني نوع من أنواع الملاحظة كدراسة أو حصلت حتى عن طريق الخطأ وحدث حمل، لم يتم رصد أنه هو في أي أثر سلبي لهذه اللقاحات على الحمل، بل في بعض الحالات بينصح للحوامل وبيتم التشديد حتى في بعض الحالات الحوامل مثلا اللي بيشتغلوا في المستشفيات أنه هو ضروري أنهم يأخذوا اللقاح لأنه فوائده بتبقى أعلى بكثير من أي أعراض جانبية، ولكن حتى الآن لم يتم رصد أي أعراض جانبية يعني تقول إن اللقاح خطر على الحمل تحديدا، لكن أي حاجة ليها علاقة بالعقم ده شيء خاطئ.
يعني طيب واحنا برضو بنتكلم عن الفئات، في برضو الاطفال، في يعني ناس كتير بتتكلم عن انه الاطفال لازم ياخدوا لقاح عشان يبقى في حماية كاملة من الفيروس. ده حقيقي. اللي انهى دراسته ونشرها بخصوص لقاحات الاطفال هو لقاح فايزر، وثانيا يعني تم بناء على ذلك التصريح باستخدامه لمن هم 12 عام فما فوق في اغلب الدول يعني اللي بتستخدم لقاح فايزر. اللقاحات الاخرى مهم جدا انها يتم استخدامها في الاطفال، لم تنهي او تنشر دراستها حتى الان، ولكن هيبقى مهم جدا تطعيم الاطفال، ليس لان هم اكثر عرضه او ممكن يبقى عندهم مشاكل مع الاصابه بالكورونا فيروس كما مثلا ما يحدث في كبار السن، ولكن هم للاسف يعني وسط جيد جدا لنقل الاصابه اللي ممكن يكون يعني سببها اصابه شخص من الاكثر عرضه للدخول في اعراض شديده او وفيه، فمهم ايضا تطعيمهم عندما تتوفر هذه البيانات. طيب امتى هيبقى كورونا، وده سؤال ناس كتير بتساله بالمناسبه، امتى هيبقى كورونا فيروس موسمي زي الانفلونزا مثلا، ويعني ناخد له تطعيم، حضرتك اتكلمت عن النقطه دي، وناخد له تطعيم موسمي بشكل يعني تدريجي ومستمر؟ الاجابه على السؤال ده يعني هتعتمد على عوامل كثيره وعلى اماكن ايضا على حسب المكان، لكن ممكن بصوره عامه انه هو لو وصلنا في مكان ما، واتمنى ده يكون برضو عالميا لتطعيم او يعني بناء مناعه بناء على العدوى الطبيعيه لما يزيد عن 70 او 80% اللي هي المناعه المجتمعيه او مناعه القطيع، ساعتها هيبقى الاصابه بفيروس الكورونا زي تقريبا فيروس الانفلونزا، الوفيات والاعراض هتنخفض بشكل ملحوظ جدا، والاشخاص اللي مناعتهم جيده في الغالب ممكن ما يحتاجش ياخد اللقاح بصوره سنويه، وكبار السن مثلا او الناس اللي عندهم مشاكل في جهاز المناعه ممكن ياخد اللقاح بصوره مثلا موسميه او سنويه. ده جايز وارد في الدول اللي طعمت فعلا عدد كبير، يعني لو هاخد المملكه المتحده على سبيل المثال تم تطعيم ما يزيد عن 90% من البالغين على الاقل جرعه واحده، و75% من يعني البالغين بجرعتين، وبالتالي بقى في مناعه مجتمعيه موجوده، عدد الاصابات مرتفع بيوصل ممكن في اليوم 20 او 30 الف حاله، ولكن الضغط على المستشفيات او الوفيات منخفض جدا لنسبه تقارب الوفيات من فيروس ذا الانفلونزا، يعني يوميا في حوالي 30 ل 40 الف حاله في المملكه المتحده، ولكن الوفيات يعني لا تتجاوز ال 50 شخص او 60 شخص يوميا، يعني تقريبا انخفضت لنص من 100%، ده قريب جدا من حاجه زي وفيات الانفلونزا، نفس العدد ده من الاصابات من 6 اشهر او 7. يعني حضرتك بتقولي ان احنا في الطريق لده، يعني احنا ممكن نشهد خلال وقت قد ايه ممكن يبقى عندنا الحاله دي؟ ده هيعتمد على سرعه توفير اللقاحات بصوره عالميه، لانه يعني في اماكن معينه هتوصل ليها قبل اماكن اخرى، الاماكن اللي تجاوز نسبه التطعيم فيها 70% موجود فيها بالفعل مناعه، خلت الموضوع تقريبا يبقى قيد السيطره. وحضرتك هنا بتتكلم عن لقاحات بعينها ولا كل اللقاحات بتقدم نفس الفعاليه؟ طبعا يعني كل اللقاحات بتقدم فعالية جيدة جدا، كما ذكرت الأرقام اللي بنسمعها فعالية 90% و60% و80%، أي لقاح معتمد فعاليته بتتجاوز 50%، وده شيء مقبول جدا، وفعاليته في منع الدخول في الأعراض الشديدة أو الوفيات بتتجاوز 90%، ده مهم جدا، وده المطلوب من اللقاحات. فكرة المناعة المطلقة دي مستحيل نوصل لها، يعني الانفلونزا في الوضع الطبيعي ممكن بتصاب بيها مرتين او ثلاثة في السنة، ولكن اغلبنا بيمارس حياته بصورة طبيعية، هو ده اللي عايز توصل له مع فيروس الكورونا المستجد، ان هو حتى لو في اصابات ما تبقاش خطيرة وما يبقاش في ضغط على الانظمة الصحية. خلينا كمان نروح لنقطة مهمة جدا، وهي الاعراض والاثار الجانبية بعد الحصول على جرعة او جرعتين من اللقاح. ناس كتير بتقلق من الموضوع ده وبيحس انه في مشكلة في اللقاح، وفي تفاوت كمان في الاثار الجانبيه بين حاله للتانيه، يا ريت تشرح لنا ده يا دكتور. دي نقطه مهمه جدا، الاعراض الجانبيه اللي ممكن تنتج عن اللقاح. الناس المفروض تتعامل مع لقاح الكورونا المستجد زي اي لقاح اخر.
دلوقتي فكرة التخوف من إن هو لقاح جديد، إن هو أنا مش عارف إيه اللي ممكن يحصل لي على المدى البعيد. فدلوقتي بتتكلم في اللقاح، كل اللقاحات تقريبا المنتشرة في الوقت الحالي بدأ استخدامها على البشر في التجارب السرية من مارس أو من إبريل العام الماضي، يعني أكثر من سنة ونص. في الغالب جهاز المناعة ربنا خلقه إن هو يستجيب خلال دقائق أو بالكثير أيام لأي شيء يحدث في جسمنا. يعني لو أصبت بمرض أكيد جهاز المناعة هتفاعل معاه بصورة سريعة جدا، مش هنتظر سنة وبعد كده يستجيب. هتكون يعني التفاوت ده في الآثار الجانبية هو معتمد على المناعة الخاصة بالشخص. بالضبط، يعني كل شخص مننا لو يعني أصبنا مثلا بالإنفلونزا، في شخص بتبقى أعراضه خفيفة جدا، وشخص ممكن يتعب ويعني يبقى خلال يومين مش قادر يقوم بأي مهام بسيطة. يعني فهي نفس الفكرة، اللقاح هو يعني طريقة لتحفيز جهاز المناعة. جهاز المناعة بيتعامل معاه على إنه عدوى، لكنه هو غير مسبب للعدوى، هو جزء. هل مع الوقت يا دكتور تم رصد أي أعراض جانبية جديدة للقاحات، ولا هي من وقت ما بدأت؟ الأعراض المتوقعة لأي لقاح اللي هي الاستجابة أو ردة الفعل المناعية اللي ممكن يكون فيها نوع من ارتفاع درجة الحرارة، تورم في مكان الحقن، دي بتحدث يعني تقريبا بصورة عامة، وبعض الأشخاص حتى لا يعانوا أي من هذه الأعراض. في تفاوت كبير جدا. في أعراض نادرة جدا جدا جدا، ودي في الغالب مش نتيجة اللقاح قد ما هي نتيجة يعني مشاكل عند أشخاص معينة. يعني مثلا موضوع تكون الجلطات بعد أخذ اللقاح، صحيح، ده حوالي 4 أو 5 أشخاص من كل 1,000,000 شخص، مقارنة أنه هذا النوع من الجلطات في الصورة الطبيعية بيحدث مثلا 2 أو 3 من كل 1,000,000. فده بتبقى أشخاص مثلا عندهم عوامل أو ريسك فاكتورز أكتر، في مشاكل الدم، مشاكل جلطات سابقة، الكلام ده كله. وأخذ اللقاح ممكن بيؤدي لردة فعل مناعة تزيد من فرصة حدوث ذلك. خلينا برضو يعني صحيح في موضوع الأثار الجانبية للقاحات، في ناس كتير بتاخد مسكنات عشان تتخلص من الأثار الجانبية بعد ما ياخدوا الجرعات، سواء الجرعة الأولى أو الثانية، هل ده صحيح ولا خطأ؟ أخذ المسكنات يعني ليس له داعي لو الشخص يعني أعراضه الجانبية غير شديدة، ولكن لأنه ده رد فعل طبيعية، إحنا بصورة يعني متعمدة بتحاول تحفز جهاز المناعة، والمفروض أنها لا تتجاوز يعني 36 ساعة إلى 48 ساعة، وبعد كده نتيجة أن كل هذه اللقاحات لا تسبب عدوى ولا تتكاثر داخل الجسم، المفروض تنتهي مع نفسها. ولكن لو الأعراض شديدة لن يضر أخذ المسكنات العادية اللي هي الأوف شيلف زي الباراسيتامول أو الأيبوبروفين لو في ضرورة. يعني مش هيضر لو أخذنا مسكنات بعد الأثار الجانبية. طيب السؤال بقى اللي برضو ناس كتير جدا بتسأله وبتتمنى يعني يعرفوا إجابة ليه، احنا طبعا بنتكلم عن اللقاحات طول الوقت وتطوير اللقاحات عشان تتواكب مع المتحورات والسلالات الجديدة اللي بتحصل لفيروس كورونا. الكلام عن تطوير اللقاحات مهم جدا، ويعني معظم الشركات ماشية فيه، لكن كمان علاج فعال ضد فيروس كورونا، امتى ممكن نوصل للمرحلة دي؟ في دراسات بالفعل، وفي يعني أدوية موجودة بالفعل أو علاجات موجودة بالفعل، ولكن فعاليتها مش 100%. يعني مضادات الفيروسات العادية، إذا شهرهم حاجة زي ريميديسيفير أو الأفيجان، اللي هي مضادات فيروسات كانت بتستخدم لفيروسات البرد مثلا أو لفيروس الإنفلونزا، بتدي فعالية ما، ولكن فعالية منخفضة، ولازم تكون في بدايات العدوى أو في الحالات اللي هي المتوسطة أو الخفيفة. جايز أكثر الأدوية اللي موجودة حاليا فعالية بتعتمد على استخدام أجسام مضادة، فصل أجسام مضادة، ويعني تدخل سريع في حالات مثلا متأخرة لها فعالية جيدة جدا. في أدوية بتخفف الأعراض زي مثلا الديكساميثازون أو يعني الأدوية اللي هي الاستيرويدز اللي بتخفف من الأعراض أو الالتهابات الشديدة. في أدوية بالفعل، وما زال البحث عن أدوية أكثر فعالية، ولكن ما فيش حاجة منها تقدر تقول إن ده علاج فعال، علاج كورونا فعالية. صحيح، لم يتم التوصل لده حتى، ولكن نأمل إن شاء الله في المستقبل القريب. صحيح، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سلمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بأوكسفورد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. سعدت بتواجدي مع حضرتك.
شكرا جزيلا لحضراتكم كل متابعي تلفزيون يوم السابع على متابعتكم لنا في هذا الحوار الخاص. أتمنى تكونوا استفدتوا بكل المعلومات الخاصة باللقاحات وتطويرها كمان، والشتاء الجاي هيبقى عامل ازاي. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء. وبنشكر بالتأكيد كمان زميلتنا هند عادل اللي أعدت هذا الحوار، شكرا جزيلا يعني على هذا الحوار زميلتنا هند عادل. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.